السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة للسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده. أهلا بيكم مع برنامجنا، وتواصلوا معنا طارق علام تي في. أهلا بيكم. وأقول كلمات قبل ما نشوف مقطع للدكتور مصطفى محمود. لما تحس بالخوف على أولادك على أسرتك، عاوزك تقول فالله خير حافظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما تلاقي حد عدو بيعمل لك مكيدة أو بظلمك، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ولما تلاقي الشيطان بيحط حزن كده أو بيخوفك، تقول إن أولياء الله لا خوف عليهم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا اكتبنا منهم يا رب. عشان كده الخوف ملوش مكان عند المسلم. أنت تتوكل على الله وتقول يا رب. كلماتنا اللي بقالها لكم من قلبي ليكم. ساعات بنسمع كلام كتير، وبكره هتعمل ايه لاولادك يا عم سيب كل ده، سيب كل ده وتوكل على الله، استغفر ربنا وتقول ذلكم الله ربي عليه توكلت وعليه انيب. لا مكان للحزن في قلب المؤمن، وخلي الامل هو سياج، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا سلام على الكلمه دي. النعمة بتحتاج لشكر، والبلاء يحتاج لصبر، والذنب يحتاج إلى استغفار. فمن شكر وصبر واستغفر نال سعادة. مساء السعادة عليكم. الدكتور مصطفى محمود بيقول هي الحياة كده، لقد خلقنا الإنسان في كبد. بقول لكل واحد بيبعت لي وآلاف وهم كثيرون خايف ومتضايق، هي الحياة كده، ربنا خلقنا كده. نبدأ فقراتنا بكلمة للدكتور مصطفى محمود وأكمل معاكم. ما تنسوش ابعتوا لي على طارق علام تي في. شوف الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، بحب كلماته لأنه كلماته فيها اسم البرنامج يعني. العلم والإيمان فيهم الاثنين مع بعض، وبأحواجنا لده الإيمان الصحيح والعلم الصحيح. تعالوا معايا. وخلق لكل شيء آفة تقضي عليه. خلق القطن وخلق ضد القطن، وخلق النبات وخلق الجراد، وخلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، وخلق العين وخلق الرمد، وخلق الأنف وخلق الزكام، وخلق الشعر وخلق القراع، وخلق السمرة وخلق العفن، وخلق الحديد وخلق الصدأ، وخلق الإنسان وخلق معاه جيش من الأعداء، البق والبراغيث والصراصير والأمل والنمل والبعوض والميكروبات والفيروسات، وكمان الجن والشياطين مما لا نرى. وربنا سبحانه وتعالى صرح بالمسألة دي فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة، يعني الحكاية دي عملتها أنا بخطة وهي مرادة. الله لم يرد بالدنيا أن تكون دار سلام ولا دار استقرار، لا، أراد بها إنها تكون دار إزعاج وانزعاج عشان عاوز يصحي، والوصحة ده هي إقامة مؤقتة هنا أنت ما. فكل وسائل الإزعاج المتصورة نلاقيها تطارد الإنسان. الله يرحمه. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. ببدأ معاكم أخبارنا كثيرة، ولكن في حاجات خبر أنا شخصيا بحب هذه النوعية محتاجينها، عشان كده نقدم التحية لقصة هذا الخبر. الخبر الرئيس السيسي بيصدر توجيهات لتشغيل كل المصانع المتوقفة منذ 2011. الخبر ده من الأخبار اللي مستنينها، نفسنا نشوف كل المصانع اللي عطلت، كل المصانع المتوسطة والصغيرة والكبيرة، نفسي أشوف المكان اللي عطل يشتغل. أعتقد أنه 2020 إن شاء الله هيكون هنشوف فيه هذه المصانع بنسمع صوتها، شفت أوساط العمال بتشتغل، البطالة بتقل، النمو والتنمية بتزيد. ده اللي احنا محتاجينه. مجموعة الأخبار اللي هقولها متعلقة بكورونا، طبعا
بقدم تحية لبلدي مصر إنها بادرت بإرسال طائرة مسطران، وبحيي فريق العمل مسطران اللي سافر. مش عايز أقول لكم خطرة، لكن دي تعتبر يعني تخيل أنت واحد مثلا طيار ولا مضيفة، هيجيبوا ناس ممكن يكون عندهم مرض. بقدم التحية لبلدي، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الطيران، على اللي حصل من إن إحنا نجيب العدد اللي كان في إحدى المدن في الصين ويجوا هنا. ببدأ معاكم الأخبار في القصة دي، وكان في كلمة لسفير مصر بالصين اللي بحييه، سفير البدري دي محمد البدري، قابلته لما كان سفير مصر في موسكو. شيء هايل ونموذج للدبلوماسي المستنير، أدار غرفة العمليات هناك في بكين ببراعة، والحمد لله كنا من أول الدول اللي عملت كده. أنا شفت فيديو لواحد أمريكي بيشتم بلده لأنه القنصلية هناك تخلت عنه وسابته. تحية لمصر. ببدأ معاكم أول فيديو معانا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السفير محمد البدري، عشان الناس اللي كانت بتقول مش راضي يطلع فيديو ليه والكلام ده كله، أديني أهو طالع لكم فيديو في الوقت المناسب. وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا كنا مهتمين جدا خلال مرحله اداره الازمه دي ان كل حاجه في ميعادها وكل حاجه بوقتها والمعرفه على قدر الحاجه. فدلوقتي حضراتكم تقدروا تشوفوا كل حاجه. انا بكلمكم هنا من غرفه عمليات السفاره، وعشان حضراتكم تشوفوا وتتعرفوا على الناس، ادي الزميل محمد قوزع اللي عمل شغل معاكم لما انتوا كلكم عارفينه، والراجل اتهرى بقاله 7 ايام كل يوم بينام الساعه 6 الصبح. معين زميلي ياسر، محمد البهية هو اللي فيكم بتتصلوا بيه باستمرار عشان تبقوا عارفين، الاستاذ سمير، الاستاذ ياسر، زميلي تامر، وبعدين زميلي المستشار احمد طايع، وورا هنا اللي بيتكلم في التليفون عمر عزة. اطمنوا، انا عايز ابعت لكم رسالة تطمين. الحمد لله الصعب عدى، احنا قاعدين هنا متابعين خطوة خطوة اتوبيساتكم بتتحرك ازاي. لو حضراتكم شفتوا هنا احنا متابعين كل اتوبيس مسيرته عامله ازاي، وبيجي لنا المعلومات اول باول وبنحدثها. فايه، اطمنوا اطمنوا اطمنوا. احب اطمنكم برضو عشان تبقوا عارفين، احب اطمنكم ان الطياره طلعت بقالها 3 ساعات. هتقولوا حضراتكم وانتم ماشيين بدري ليه؟ معلش، المعلومات اللي وردت لنا من بعض السفارات اللي اجلت قالت ان ساعات. شكرا للسفير محمد البدري، شكرا على وطبعا لمصر هنا اللي ادارت بقى الازمه باقتدار. وانا سمعت بقى ان دول كثيره ابتدت تبعت طيرانها، لكن الحمد لله كنا من اوائل الدول اللي عملت كده. في بعض المناظر بعد مشاهد كده الناس لما كانت راجعه، وطبعا في ناس بقى ايه قالوا الوزيره حاطه مش عارف الماسك كده، هو طبعا ده كان قبل استقبال الطياره. وناس قالوا ازاي تروح هناك؟ طب يا جماعه ما هو اهو الصوره دي اللي بعض الناس يعني عملت سخريه، لا ده كان قبل ما الطياره تبدا. بقيه الصور جيبوها، لكن بقدم تحقيق لاداره الازمه مره ثانيه. وطبعا في مشكله في الصين رهيبه، ما عندهمش الكمامات دي. والمرض ده في بحث علمي في الهند بيقول انه ده مهجن، ده ملقح، دول 4 فيروسات مع بعض، منهم حاجات من حاجات الايدز اتعملت، يعني ده صناعي. يبقى ده ترتيب، وانا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت رقم 20. 1820 كان في وباء، 1920 في وباء، 2020 في وباء، اللي هو ده اللي دلوقتي بجتاح فيه 2000 مصاب ولا مش عارف 2000 واحد جالهم ايه و20000 ايه، هتلاقي ارقام في كل دوله، انتشر في اوروبا وفي بعض الدول العربيه. ربنا يحفظنا. الفيديو اللي جاي يعني ملخص لموضوع المرض، هنشوفه بسرعة وأنا معاكم.
ربنا بقى هو خير حافظ. خلي بالكم من ولادكم، في بعض الأطباء بينصحوا بموضوع الكمامة ده في التجمعات، في ناس تانية تقولك اشرب ينسون بيخلي جسم قلوي ويعملوا كده، في ناس يقولك ما تخليش الزور يبقى ناشف لمدة 10 دقايق لما تبقى حاسس انك عطشان اشرب مية. حاجات كتير يعني، حتى بكرات مثلا اللي هو قسم بكرات للطب ده يقولك احسن حاجة لعلاج اي حاجة خد الحاجات طالعة من الارض. فبنصحكوا زي ما قريت باليانسون، اشربوا مرة الصبح ومرة بالليل، ده نصيحة يعني. في كذا مشهد بقى عجيب يعني، وانا بتكلم معاكم كده، في بعض الصينيين اللي جالهم المرض من باب الانتقام بقوا يعملوا باسكو ويعملوا حاجات كده على الناس عشان ينشروا المرض. بصوا دول اللي وردوا اللي في الصورة، هم بيحاولوا يعملوا على الشاشة اهو، بيكح على البتاع اهو، بيكح بينتقم من الناس. دي صورة طبعا، دي صورة مخزية يعني من الانتقام. في الاسانسير برضو نفس الحكاية، بيحاولوا يلوثوا الاسانسير. عشان كده انصحكوا برضو معاك ولادك وانت طالع ما تقعدش تلمسوا الحاجات والسلالم. الصين اللي هي بتصدر كل حاجة للعالم، سبحان الله، حاجة قد كده، سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، عملت مشكلة رهيبة. ما عندهمش كمامات دلوقتي، كمامات خلصت. تخيلوا انتوا كل حاجة بتجيلنا من الصين، محتاجين دعم في الكمامات دي. في صورة دلوقتي وانا بتكلم معاكم هنشوفها، وهم بيغادروا بيعقموهم ازاي في بصوا المنظر ده، النزول بقى والخروج اهو، شوف الاستقبال عمل ازاي ده بره. هذا بيغسلوهم بقى ولا ايه؟ طبعا الرش والحاجات الوقائية دي، النار اللي احنا ناخد حذرنا، وربنا يحفظ مصر يا رب، ربنا يحفظ مصر. الصورة اللي بعد كده، نظرا للنقص الكمامات اضطروا يحطوا قشر برتقان او زجاجات فاضية. تخيلوا الصين اللي انا رحتها اللي تحدى العالم، شوف الصور اللي عملوها عشان عندهم عجز، ده حط ازازة، وده مش عارف ايه ده، بتاع الموتوسيكل ده ولا ايه اللي حطه على دماغه، ودي ازازة هي لان مفيش كمامات، دي برتقانة اللي حطها دي. طيب الملف ده بنقفله، بنقول خلي بالكو والدولة تقدم لنا مجموعة من الإجراءات بقى في التجمعات، لكن بلدنا أمان وهتفضل في أمان، ربنا يحفظنا إن شاء الله. وفي خبر كمان إنه أنفلونزا الطيور رجعت في الصين بكثافة، مش عارف 17,000 واحد في الصين. طبعا كويس إنه تم بقى إيقاف الطيران بيننا وبين الصين في المرحلة دي، ربنا يحفظ يعني. خلصنا الجزء بتاع كورونا، وطبعا كان في صوره بقى على موجوده كده على السوشيال ميديا، يجيب لك واحد ماسك شيشه كده يقول لك كورونا قله الزنا، احنا اكبر من كده. لا، الحاجات دي عاوزه اجراءات وعاوزه حاجات ناخد بالنا منها. الملف اللي بتكلم فيه ده الناس المحترمه، الناس اللي بتدي كل حاجه لبلدها. سمعنا بالامس ان استشهاد مجموعه تقريبا 5 في سينا رحمة الله عليهم، وكل يوم كل يوم بنقدم شهيد. وبتكلم على شهيد بفتكر الشهيد منسي، لأنه ده أيقونة الشهداء، ده رحمة الله عليه، وأنا سعيد إنه هتعمل مسلسل يعمله أمير كرارة في رمضان. لكن في خبر إنساني، حرم العميد عاطف السنبولي يوم الذكرى بتاعته توفاها الله، يوم الذكرى توفاها الله، راحت له في نفس الميعاد رحمة الله عليه وعليها. خلي بالكوا لما شهيد بيستشهد أسرته كلها بتتأثر، والتمن صعب، وربنا يحفظنا. واللي حصل لما الناس قالت صفقة القرن، ولما الناس قالت مش عارف إيه، ربنا حفظ مصر، عشان في رجالة، في ناس بتموت، عشان كده إحنا بعيد عن كل اللي بتقول عليه هذا الخيال. احنا في ارضنا بنحافظ عليها، ودي رسالة، ودي تحية للقيادة السياسية، تحية لبلدي، تحية للرئيس، تحية لكل جندي، تحية لكل شهيد لروحه ولأسرته. كان في صورة ضابط مش عاوز انزلها، ضابط شرطة، الضابط ده يعني اتحكم عليه بالإعدام لأنه تتبع زميل ليه وكان تسبب في استشهاده. في
في عندنا ناس كده، هو هشام العشماوي كان كده. في عندك ابناء في الوطن حياتهم كلها للوطن، في بعض الناس معرفش خدوا ايه دول، ده اللي خد 2 مليون عشان زميله، انت تربيت معانا، انت كلت معانا فول، انت وقفت معانا في الطابور، ركبت الاتوبيس، انت مين؟ في بعض المصريين حلال فيهم الاعدام. صور سريعه، وداعا للقطارات القديمه، وهنشوف ده وداعا لليمين ده، وهتشوفوا الحلو بقى القطارات الجديده، كل ده يختفي. تحيه لمصر 2020، بنصبر وهنلاقي حاجات كويسه. الصوره الثانيه اللي بعد كده، ده كان في السكاكيني، منطقه كانت صعبه، هتشوفوا الصوره اللي جايه. مش عارف الخبر، في صور صعبه جدا هتشوفوها دلوقتي زي الفل. دي بلدي في 2020، دي بلدي اللي يقول لك بيعملوا ايه. دي الصوره القديمه اهي، ده كلها حاجات قديمه طبعا، نقل عن اليوم السابع. كل ده هتشوفوه هو زي الفل. هتشوفوا مصر 2020 تختفي فيها العشوائيات، شيء يسعدنا للي بيحب بلده. الصور الجديده لو عندكم نزلوها يا جماعه وانا بتكلم. حاجة بصوا، يعني لو عملنا مقارنة، تخيل بتنقل الأسرة، الطفل والطفلة، الولد والفتاة، دي مصر الجديدة. برضو طريق مصر أسيوط، هتشوفوا دلوقتي حاجة يرسى لها. بص الطريق عامل ازاي، وداعا لهذا المنظر المؤسف. طريق من مصر، من القاهرة لأسوان، هتشوفوا الحلم. مش عارف هياخدوا، بصوا عامل ازاي، بصوا طريق مصر أسوان مباشرة، لا في مين ولا شمال. الله عليك يا مصر، الله عليك يا مصر. طيب هنخش بعد كده في فيديو لتوك توك، بيتكلم على 2020 وصور إيجابية. نفسي التوك توك ده يختفي. هتشوفوا الحادثة اللي عملها التوك توك ده، زي في عشرات الحوادث بتتم اهو كده، الحياه ماشيه كويس اهو، ماشي ماشي. هتلاقي في الاخ بتاع التوك توك اهو 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 اهو، ملوش دعوه، دخل اهو الاخ اللي واخد ترامادول اللي كان في التوك توك، جري وبعدين رجع تاني يشوف التوك توك اهو. الحمد لله التوك توك من غير باب، فهو خده كده على الهواء. ده واحد. اتنين، انتشرت الحوادث بشكل مؤسف الفترة الأخيرة، ممكن منها مخدرات، ممكن منها حاجات صعبة. الفيديو ده النهاردة انتشر في كل وسائل الإعلام، دول بيعملوا سبق، لكن للأسف صاحب الفيديو ده توفاه الله. ده نقول لشبابنا إيه بقى، نقول للناس إيه؟ مش عارف نقول للناس إيه. ده هو بيصور نفسه قبل الحادثة اهو، كان متعود طبعا، دخل في الحادث. جيبوه كده بالصوت يا جماعه، الحادث ده لو تجيبوه بالصوت، هو حاط كاميرا متعود يعمل كده. توفاه الله. رجعوا معاكم دلوقتي، ابعتوا لنا على طارق علام تي في، ناخد كل الرسائل. ابعتوا لي وتابعونا البث المباشر من خلال طارق علام تي في، او هو ده المحور. في اعفاء المعاقين، خبر سعيد للاخوه ذوي الهمم. اعفاء الجمارك للمعاقين، خبر عايزين نشوفه. خلص اخبارنا الحلوه، ده القرار بتاع مجلس الوزراء بالتنسيق مع مصلحه الجمارك. بنقدم تحيه لاهلنا واهالينا. في خبرين، احتفلنا النهارده باليوم العالمي لتحدي مرض السرطان، مش للسرطان، تحدي مرض السرطان. 53 عملت احتفاليه كبيره الجمعيه، جمعيه اصدقاء معهد الاورام، عملت احتفال كبير. كل المؤسسات اللي بتشتغل بقى لهم الف شكر. يعني نزلوا شطات كده وانا بتكلم، انتشر هذا المرض، وبلدي مصر بحييها، بحيي كل الهيئات، بحيي 57
بحيي الأرمان، بحيي بهية، بحيي كل المستشفيات، المراكز الصغيرة اللي ساعدت. نكمل كده الصوت بتاع الفيلم الحلو ده عشان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. الفيديو خالص. بالمناسبة طلع فتوى من دار الإفتاء إنه مريض السرطان إذا توفى الله فهو شهيد. طبعا عارفين كلنا المبطون بيبقى شهيد، فربنا يرحم اللي ماتوا وأهالينا من مرض السرطان. كل الأمراض تحدوا وانت بتنتصروا على المرض واحنا معاكم. الصورة الأخيرة عزاء لكل المصريين لفتاة السينما صاحبة النظارة السوداء اللي كان ليها شخصية سياسية، اللي وقفت مع قضية فلسطين، اللي راحت هنا وجات هنا من أجل العروبة. الفنانة القديرة الكبيرة نادية لطفي توفاها الله اليوم بعد صراع مع المرض. وبحيي قرينة الرئيس والسيد الرئيس لتبنيهم علاج الفنانة القديرة نادية لطفي في الفترة الأخيرة، لأنها عانت، لأنها تعبت، رحمة الله عليها. وعزائنا لكل محبيها في الوطن العربي. دي أخبار سريعة، ونبدأ معاكم بقى الحاجات السخنة. هنبدأ معاكم ملفات سخنة، منها قدمنا من 3 أسابيع أصعب قضية، المجرم القاتل اللي عاوز يتشنق مليون مرة، اللي دخل على الأسرة وقعد مع رب الأسرة وجاب له عشاء وصحى والدته الفجر وطلع يعرفه، وبعدين دبحه ودبح 6 معاه، هو دبح 7. يا ترى حصل ايه في اسبوعين؟ معقولة البرنامج يقدم قصة في اسبوعين ويحصل حاجة فصل في هذه القضية؟ ايوه، هو ده دورنا في برنامج هو ده. بعد الفاصل هنشوف ايه اللي حصل. ابعتولي على طارق علام تي في للسعادة عنوان ومكان مع برنامج هو ده. رجعنا معاكم مرة تانية، وببص على صفحتي طارق علام تي في، ما شاء الله البث المباشر وصلنا لرقم كويس في بيتابعنا 7120 واحد. خشوا على طارق علام تي في او على هو ده من خلال المحور، ما شاء الله. في حدة حاجات شوفوا معاكم. السلام عليكم زوزو، مش هقول الاسم، اخوه مدمن مخدرات، ارجوكم ابعتوا المشاكل على الخاص. عصام بوشة بيقول ربنا يوفقك، انا زعلان حضرتك لعدم الرد عليك في موضوع سماعه الاذن. والله يا عصام هنشوف فكره، بكره الصبح بنعمل قافله عيون مع دار الارمان، بحييهم ان شاء الله. بكره هيبقى في عمرتين بالمناسبه، هبقى لكم عليها الاسبوع الجاي. انا سو فرج، في اسامي تبقى غريبه لو سمحت. امنيه حياه ماما ان امها تطلع عمره. حاضر هندرس. محمد العطافي متشكرين على الاخبار الحلوه، الحمد لله على سلامة أسطول الصيادين. النهاردة كان في تابعتوها في كل القنوات خبر كويس بإشراف وتوجيه من السيد الرئيس، أكثر من 32 من ولادنا اللي كانوا في اليمن الصيادين رجعوا بطيارة خاصة، وبتشوفوا أخبار بتبقى حلوة، أخبار جميلة بنتابعها معكم. محمد العطافي يا ريت تخلي برنامج يومين في الأسبوع، هي حلقة واحدة كفاية، هندرس ده. عزاء واجب لجميع أهالي الشهداء. محمد العطافي، محمد العطافي بشكرك. أرجوك ساعدوني والله ما مخدون، ربنا يساعدك ويجعله ميزان حسناتك. أنا سوء فرح. حاضر. حاجات كتير أرجوك بس ابعتوا لنا على الخاص. في كمان يعني في حاجات كتيرة قوي أحاول أقولها، لكن عندي أخبار كتيرة. ببدأ بخبر النهارده زعت وزارة الداخلية إنه في بنت تم اختطافها في مدينة بدر، ولكن جهود أمنية بارعة وفائقة والامن بنقدم له تحيه، وده اللي احنا بنعيشه، ده اللي احنا بنشوفه، ده اللي احنا بنحسه من خلال هذه القصه وقصص قصيره. القصص دي بتقول العيون الساهره بتزيد تركيز، بتزيد نشاط، بتزيد حمايه البلد في كل حدودها داخل كل مدينه ومدن مصر. نشوف القصه وتحيه رجال الامن في القاهره وكل مصر. تعالوا معنا.
هي اللحظة التي توجت فيها جهود مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في إعادة طفلة مختطفة سالمة لأحضان والديها بنطاق قسم شرطة بدر. الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به والد الطفلة لقسم شرطة بدر أفاد فيه بتغيب نجلته عقب خروجها من الحضانة، وهو بالفعل ما رصدته الكاميرات التي سجلت لحظة الخروج وكذلك لحظة اختطاف الطفلة واقتيادها داخل توك توك، ليتبين أن عاطل مقيم بذات العقار الذي تقطن فيه الطفلة وتربطه علاقة صداقة بوالدها وراء الواقعة، وخطط لخطفها وإخفائها لدى سيدة بالشرقية، والهدف كان مساومة الوالد على دفع فدية مقابل إطلاق سراحها، لكن خطته لم تكتمل بفضل يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ووصولها للجناه سريعا والعثور على الطفلة. الحمد لله على السلامة. بمناسبة القصة دي، في حاجة مرتبطة بالخطف غير ان واحد يبقى عاوز فدية منتشرة في المحافظات. ارجو بقى، احنا بنقدم تحية لوزارة الداخلية انه مفيش حد يشهد بطفل في الشارع، ممنوع. ارجو من مباحث الاحداث، من شرطة المرافق بقى، شرطة المباحث اللي في كل اسم تنزل، بيبقى فيه في كل ميدان فيه 3-4، لو اتقفل الباب ده في باب من منافذ تفكير الشيطان الخطف الاطفال سيقفل. ساعات بتلاقي الست سمرة وكبيرة 60 سنة وماسكة طفلة وتقولك بنتي، بنتك منين؟ ساعات تبقى ماشي تلاقي الست جايبة 3 أطفال سن سنة ونص وسنتين وسنتين ونص، طب خلفتيهم ازاي؟ بالتوازي. لو احنا منعنا ده التسول ده، ولو نجيب الناس دول بقى نكمل الدايرة، نعمل لهم مشروع. لو عايزين بالحلال، عايزين بقى بالحرام وتسول يخش السجن. يعني بمناسبة القصة الموجودة، ببدأ معاكم مجموعة من الأخبار، وعندنا أكثر من انفراد نستعدوا ليها. قصتنا قصة المجرم اللي قتل 7، نشوف إيه اللي حصل. لكن اعترافات مغتصب ابنة زوجته في السلام، كنت فاضي ده نقول له إيه؟ فتاة تغتصب شاب تحت تهديد السلاح مخدرات. اللي بعده، اتحرش بخالته قتلت ابن شقيقتها بشبرة الخيمة انتقاما لشرفها. الولد بيتحرش بخالته، كل ده مخدرات. أقارب زوجين عثر عليهم هيكل عظمية بإسكندرية، دول اللي كانوا مقطع بقالهم 10 سنين. دي كانت قصة عجيبة، والناس حرامية دخلوا لقوا البسمانين دول. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشائها بالسلام. دي قصة ابن زميلتنا مروة، بقدم لها العزاء. بواحد صاحبه بيهرج زي ما اتقال، يعني ما رأش الحقيقة فين، او خطأ هزاره بالمسدس طلقة جت في دماغه. توفاه الله، البقاء لله. خلي بالكم، دي المذيعة الزميلة، بقدم لها كل العزاء. ومش عارف اقول ايه. بعد شهرين جواز زميل القلوبية قلت له انا مش بحبك، وقتلته وهو نايم. طب ما يا جماعة اطلبوا الطلاق، ليه كده؟ ليه كده؟ اللي بعده، احنا ليه بنقدم الفقرة دي؟ بنقدمها في حاجات بنطلب فيها من الدولة اشياء، وحاجات بنقول جرس انذار. كان زمان يجي يقول لك الجريمة مش عارف ايه لا تفيد. لا، انا عاوز اقول لكم، في ناس انتشرت مخدرات ماشي، شيطان انتشر ماشي، الموبايلات انتشرت ماشي، بس خلي بالكم اخرها ايه؟ اخيرا زي قصتنا اللي هنتكلم فيها وكل القصص اللي فاتت. ده واحد، التماسك الاسري نقعد مع بعض ونتكلم اكتر. السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي جنن الناس، يعني زي اللي اتحرش بخالته ده، ما ده شاف حاجه على الموبايل وشرب حاجه فراح لخالته قتلته. خيبه بنشوفها، بالاسف بقدمها، للاسف بذكرها، بس ما اقدرش اقابل اصحاب القصص، قلبي ما بيجيبنيش. مرة شفت قصة سجلت معاها، يعني عندي خبرة طويلة في هذه المواقف، كنتش قادر، لأنه الراجل اغتصب بنت زوجته وكان عمرها 1.5 سنة، كان طفلة بامبرز برضه، في سجن تورا دلوقتي. قصص كتيرة، لكن من أصعب القصص اللي شفناها في البحيرة، الراجل الجزار اللي دخل يسرق وراح للراجل اللي كان في آخر البلد ده، وبعدين راجل قبله قال له ده انا
عليا حكم وبيطردوني، قعد معاك لغاية الصبح. وبعدين جاب له الراجل المجني عليه من شهامته من الجدعنة، صح والدته جابت له شاي وعشا وتعشى. بعد ساعتين لقى حركة، صاحب البيت لقى ده بيلم البهايم وبيلفها عشان يسرقها، فمعاه السمكي بتاع الدبح ده وراح دبحه. والدته طلعت دبحها ودبح معاها خمسة كمان. قصة كانت يشيب لها الوجدان. هنشوف كده مشاهد وانا معاكو الجنازة والصور بتاعت المجني عليهم. وقابلت طبعا وكلمت مع والد المجني عليها زوجة الراجل الطيب. ده مشاهد ما بعد الحادث اهو. وسعدني للمرة التانية زميلنا حمدي قاسم مدير مكتب المصري اليوم في البحيرة اللي عاش معانا القصة من اولها. احنا طلبت هنا من البرنامج، والقصص دي عاوزة معالجة اعلامية معينة. احنا ممكن نقعد مع اهل المجني عليهم نقعد نعيط، خدنا ايه؟ ما خدناش حاجة. لكن انا طلبت طلب بخبراتنا الطويلة، قلت يا جماعة لازم يحصل سرعة التقاضي ويطلع حكم، لازم. ليه بقى؟ انا عاوز اقول لكم اللي بيحصل الفلاحين، انه اهل المجني عليهم دول اسرتين، الراجل واسرته واسرة الزوجة، عايزين يروحوا يولعوا في اهل المجني القاتل، والدنيا مولعة هناك. لازم يطلع من المباحث على النيابة على المحكمة وحكم بسرعة. ده اللي أنا طالبته. أنا ممكن أجيب لكم الحلقة وتشوفوها على اليوتيوب أو من خلال صفحة البرنامج، سواء طارق علامة في أو هو ده. الحمد لله يا رب حصل اللي احنا بنطلبه. أنا بشكر المسؤولين في وزارة العدل، بحيي قضاء بلدنا العظيم اللي بيقدم النهاردة سبق قضائي، تهدئة لأهل المجني عليهم وسرعة الحكم. انت مش عارف يعني واحد قريبك اخوك ولا ابن عمك مات هو وامه واولاده، قلبك يبقى عامل ازاي؟ مش عارف تنام. بلدنا راجعة قوية، شرطة قوية، نيابة قوية، وقضاء عادل حتى في سرعة الحكم. استاذ حمدي قاسم اهلا بيك، وتقول لي احنا طالبنا بسرعه الفصل، ماذا تم؟ يا استاذ طارق، هو حضرتك طالبت بسرعه الفصل والعداله الناجزه في القضيه، وهو ده اللي تم بالفعل، ولكن دون اخلال باجراءات التقاضي. كل ادى دوره في القضيه، الشرطه اسرعت باكتشاف المجرم، النيابه حققت، نيابة مركز كفر الدوار المستشار أسامة المسلمي حقق، وتم إعادة تحقيق المستشار كريم عبد العزيز نيابة دمنهور الكلية، إعادة تحقيق مرة تانية. عاوز استوقفك يا استاذ حمدي، دي صورة المحاكمة، وهنا القاتل هو بيضحك مش مبالي. هو كان بيدعي الجنون ولا ايه في المحكمة دي ولا ايه؟ كان الصورة. بيحاول ان هو يدعي الجنون، وده اللي هو حاول يطلبه المحامي في خلال الجلسة الثانية، لان هو الجلسة الاولى ما كانش معاه محامي، فتم تأجيل الجلسة لمدة يومين فقط. تمام. المحكمة محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار جمال توسن وعضوية المستشار شريف فارس والمستشار محمد المر، بقدم لهم كل تحية، بقدم لهيئة المحكمة كل تحية. بنقدم من هنا من القاهرة، من هو ده، كل تحية لهذه هيئة المحكمة المحترمة اللي النهاردة أهل المجني عليهم. طبعا اللي راح بس هيشعروا بشيء من العدالة جت لهم، دي العدالة الناجزة. اتفضل. أنا معلش بستوقفك لأنه احنا بنتكلم على حدث غير عادي النهاردة. فأول جلسة كان إجرائيا لابد ان هو ينتدب محامي عشان يدافع عنه، ما كانش معاه محامي. فالمحكمة قررت تأجيل الجلسة لمدة يومين فقط، وبناء عليه بعد اليومين دول في يوم 30 بالضبط صدر قرار المحكمة بإحالة المتهم لفضيلة المفتي. المحامي بتاع المتهم كان بيقول ان هو يطالب بعرضه على الطب النفسي، ولكن
حاجات كتيرة قوي تعرضت قدام المحكمة خلت المحكمة ما تستجبش لهذا الطلب، ان هو ادى الجريمة بإتقان، ان هو عمل محضر في شقيقه قبلها قبل الجريمة، وراح عمل محضر في اسم برج العرب، يعني من البحيرة راح برج العرب في اسكندرية وعمل محضر ان هو اصيب في حادث سير، حادث طريق. فده خلى المحكمة ما تستجبش للطلب، يعني مركز وراجل واعي وطالب بحقه وراح عمل محضر، لو هو كان عنده اي لوسة عقلية ولا حاجة كان في الاسم كان عارفه كده وكان قبض عليه، حتى كان رحلوه للمستشفى، لكن ده بيثبت ان هو بكامل قواه العقلية. يعني احنا بس عايزين نأكد ان رغم ان العدالة كانت ناجزة الا ان كل ادى دوره، سواء الشرطة سواء النيابة، وتحقق مرتين في النيابة مش مرة واحدة، يعني نيابة مركز كفر الدوار حققت مرة، ونيابة دمنهور الكلية حققت للمرة التانية في القضية، وراحت المحكمة والمحكمة استمعت للجميع، للمحامي المتهم اللي هو انتدبته المحكمة للدفاع، واستمعت للنيابة، وكان في جدال حوالين هل هو مريض نفسي او غير مريض نفسي، واقتنعت المحكمة ان هو مدرك وواعي تماما لما يفعل. من اول الجريمة ارتكبت يوم 5 يناير، وبعد 25 يوم فقط اللي هو يوم 30 يناير صدر قرار المحكمة بحالة أوراقه للمفتي، وحددت جلسة 27 فبراير، يعني بعد 54 يوم فقط من ارتكاب الجريمة هيكون صدر الحكم. أنا سعيد جدا بدور البرنامج في إن احنا بنخدم أهل بلدي، اللي احنا بنقدم الصورة والمطلوب إيه. سعيد جدا بالاستجابة من هيئة المحكمة، من وزارة العدل، دايما فخور ببلدي، فخور بكلمتنا هنا، بشكر كل اللي بيصدقونا، بشكر ربنا اللي احنا نجحنا نقدم صوت اهل المجني عليهم النهاردة. استاذ حمدي، قول للمجني، اسرة المجني عليهم كان رد فعلهم ايه، والحضور الناس كان رد فعلها بعد هذا الحكم التاريخي الناجز للعدالة. هو يعني خلينا نقول ان خلال الجلستين اللي انعقدوا للنظر القضية كان اهالي القرية واهالي المجني عليهم الاسرتين كانوا متواجدين امام المحكمة في انتظار ما يشفي صدورهم، وفضلوا منتظرين، وسمحت هيئة المحكمة لشقيقة المجني عليه اللي هو رب الاسرة حسني ان هو يحضر لسماع القرار بتاعها، وفور المستشار جمال توصل المناطق بالحكم هتف اللي هم الأخين وقالوا يحيى العدل يحيى العدل، وجمعوا أهلهم وانصرفوا إلى بيوتهم. يحيى العدل يحيى العدل في بلدي الجميلة، بنعتز بيها، بقضاء بلدي، نيابة بلدي، بشرطة مصر، يحيى العدل. وتحياتي لكل اللي قام ببحث وفحص والحكم في هذه القضية من شرطة، من نيابة، من قضاء. استاذ حمدي، احنا نحاول نتواصل مع والد المجني عليها، زوجة المرحوم، نحاول نكلمه دلوقتي. بس سمعت في خبر كده، مش عارف صح ولا، انه في جريمة تمت اليوم في البحيرة، ايه معلوماتك عن ده؟ بالفعل هو تم من مساء اليوم، تم عثر الاهالي في مركز الرحمانية على اسرة من 5 افراد. انا بس عاوز اقول للمشاهدين دي قصة تانية، ده الجزء التاني من حلقتنا من البحيرة، في مصيبة تانية حصلت. معلش استاذ حمدي، انا بس اوقفك اوضح للمشاهدين، النهاردة تم ايه؟ النهاردة التلات في البحيرة في مركز ايه او قرية ايه حضرتك؟ في مركز الرحمانية في احدى قرى تابعة لقرية سمخرات، اسرة من 5 افراد مكونة من الاب والام وثلاثة من الابناء، الاهالي عثروا عليهم مساء اليوم، يعني يمكن خلال 3 ساعات ولا حاجة، عثروا عليهم مقتولين داخل المنزل في ظروف غامضة، وان شاء الله نتمنى ان الشرطة تقدر تكشف غموضها بنفس السرعة اللي هي كشفت بيها الجريمة الاولى. هل برضو كان في حد كان بيقول انه الاب كان ليه دور وانتحر، ولا دي قصة تانية ولا ايه؟ والله هو حتى الان ما فيش، يعني انت سمعت الكلام ده؟ انا سمعته من حد من هنا. يعني احنا سمعنا ان الاب هو اللي قتلهم ثم انتحر، لكن احنا برضو حتى الان مش عايزين نستبق الامور،
هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة انه في أسرة من خمسة تم العثور. الحقيقة دي الحقيقة المؤكدة، يا دوب لسه النيابة عينت مكان الجريمة، لسه ما فيش تحقيقات بدأت، يعني لسه الموضوع ما زال محتاج وقت عشان خاطر نستوضح الحقيقة. استاذ حمدي بحييك ونتابع معاك، ونتابع معاك القصة بتاعت الرحمنية. مش عارف البحيرة فيها جرائم بشعة ازاي كده مع ان الناس صايبين، بس عاوز اطمن الناس يا جماعة، احنا 110 115 مليون، لما نقدم قصة او اثنين او ثلاثة مش معناها انه يبقى في فزع، ولا ده قصص من زمان وهي كده. استاذ حمدي قاسم بشكرك ونتواصل معاك، شكرا ليك لجهودك مع برنامج هو ده. شكرا استاذ حمدي. هنحاول نكلم ابو المجني عليها، هو تقريبا موبايله مقفول، هنحاول نتكلم معاه. طبعا انا سعيد بحكم المحكمه، ودي بقى عاوزين بقى استاذنكم، يعني كل قضيه مش هقول تشغل الراي العام، لا بيبقى فيها يعني الكم ده من المجني عليهم تتوصل في اسبوع اسبوعين ثلاثه، ودي اول درجه، وتظهر حقائق بيبقى كذا، وبعدين النقض بياخد وقت طويل عشان الإعدام ده يعني محتاج حاجات كتيرة. وأعتقد مع اعتراف المتهم في الأول مع كل الدلائل نتكلم إحنا أمام حكم تاريخي، وتحية بقدمها لهيئة المحكمة، وبشكر ربنا اللي إحنا طالبنا من هذا البرنامج بسرعة الفصل في 25 يوم ولا في 20 يوم، الحمد لله رب العالمين. هكمل معاكم جزئنا اللي جاي دلوقتي، نكمل إحنا في الجزء ده. في هنا زي ما شفنا قضية فرشوت، كان طار و15 سنة، وبعدين كان في مفاجأة سارة من صندوق تحيا مصر، والسيد اللي هو محمد أمين مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، يعني عمل وإدى تعليمات سريعة بأنه هذه القرية اللي تعرضت لظلم شديد طيلة 15 عام، تهدم فيها 200 منزل، ما كانش فيها كل المرافق، وطبعا لانه الاسرتين كانوا واقفين كده، الحمد لله تم الصلح، الحمد لله الحمد لله يا رب. وتحيا مصر وصندوق تحيا مصر دخل عشان يعيد الحياه بعد 15 سنه، وده نجاح للقياده السياسيه ان كل جزء في مصر بينور، كل جزء في مصر بيعمر. احنا معانا الشيخ بلال وهو من اهل القريه ومتابع معايا، بعتبره بقى هو يعني ايه اللقاء بالاتصال بيننا وما بين الاهالي هناك وبين المحافظه، وايضا الاصدقاء في صندوق تحيا مصر بقدم ليهم كل الشكر كل التحيه. عملوا دراسات وعملوا معاينات خلال اسبوعين، ده بالنسبه لي زي حلم. مش بتتكلم على صلح واحد دخل بكفن وخلصت، لا انت بتتكلم على بلاد ما فيهاش ميه ولا نور ستعود في خلال ساعات وايام قليله. شيخ بلال اهلا بيك. السلام عليكم يا شيخ بلال. اهلا وسهلا بيك يا استاذ طارق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فرحنا كده بالاخبار الكويسه اللي عندكم. اولا انا بشكر حضرتك على المتابعه الدائمه والمستمره لهذه القضيه المهمه، ودايما زي ما حضرتك قلت في قضيه البحيره ان حضرتك بتتابع القضيه الى ان تنتهي، ماذا يعني الحمد لله الحمد لله يا رب للحل يعني. فالحمد لله احنا نشكر حضرتك على متابعتك لهذه القضيه، الحمد لله رب. وحتى نصل لحل في خدمة أهالي قرية كومهتيم مركز أبو تشت. الحمد لله تم التواصل مع صندوق تحيا مصر، وذهب وحضر اجتماع بين الصندوق والسيد المحافظ والسكرتير عام لمحافظة قنا. تم الاتفاق على يعني توجيه السيد المحافظ للسكرتير العام باهتمام بهذا الأمر. والسيد السكرتير العام تم التواصل مع شركة المياه وشركة الصرف الصحي والكهرباء وجميع الإدارات والهيئات الخاصة بالمحافظة، تمام، للنزول للقرية ووضع خطة لتطوير هذه القرية من جميع الاحتياجات. كما وجه السيد المحافظ التضامن الاجتماعي بفحص المتضررين من توقف مشروع كفالة وكرامة. مشروع كرامة، تكافل كرامة. أيوة. طب بالنسبة للمنشآت في حاجتين، في بيوت الأهالي أدي واحد، والحاجة الثانية مباني حكومية مطلوبة زي ما قلنا
إذا كان مثلا وحدة بريد، إذا كان نقطة شرطة، إذا كان يتعمل مدرسة زي ما طلبته ثانوي، إذا كان يتعمل بعض المرافق والخدمات في الأسرتين، في أسرة برعت والتانية أعتقد برعت ولا لسه؟ والله هو جاهز إن شاء الله التبرع بتاعهم، حتى وإن كان مش هيبقى تبرع أرض، لكن هم هيتبرع برضو بعينيات إذا كانت مباني أو أي شيء، هم مستعدين برضو لهذا الأمر. طب حضرتك مع الأهالي الـ200 منزل هيتم فيهم إيه؟ لأنه مع تحيا مصر إن شاء الله هيتم إصلاح الكثير، لكن الـ200 منزل دول اقتراحكم أنتوا ممكن يتعمل إيه؟ هل ممكن مثلا نشوف تبرعات لحديد وأسمنت والأهالي تبني مثلا ولا إيه؟ احنا يعني نقترح هذا الامر، ان يتم مساعده الاهالي يعني يبقى في مشاركه مجتمعيه، ان الاهالي يعني يتم صندوق تحيا مصر يساعد الاهالي مثلا بشراء الحديد والاسمنت من المصانع، وهيكون سعره اقل بكثير، يتم لكل منزل يستحق من المتضررين مثلا 6 طن حديد، 30 طن اسمنت او كذا، والمساعده في الاعمال تجهيزهم يعني. شيخ بلال اسالك سؤالين في نهايه اللقاء، البلد رجع ليها الامان ونورت ولا لسه في بعض المشاكل؟ لا الحمد لله يعني الوضع مستقر تماما، وكل يوم في خير جديد لهذه القريه يعني. اظن بعد متابعه البرنامج لهذا المكان وهذه القريه عرفوا قد ايه دور الدولة، عرفوا قد ايه دور اللي احنا نحب بعض ونطرد الشيطان ما بيننا، صح ولا لا؟ والله ده صحيح، ودي اهم نقطة مهمة جدا بعد الصلح، ان النظرة، نظرة الاهالي ونظرة القرية للدولة، ان هي اصلا كل ده لخدمتهم يعني. والعطلة كان بسبب الاهالي، خلي بالك ما بيضربوا بعض، طب الاهالي البوليس هيخش ازاي؟ الانشاءات تبقى ازاي؟ ما انت اللي بترحب، انت اللي بتقدم تسهيلات، انت اللي بتتبرع بالارض، بتبني مع الدوله، فالدوله بتشارك معاك. صحيح صحيح، وده يعني هم قدموا الصلح والدوله بتقدم لهم كل ما في يدها لاعمار هذه القريه، ولكن انا يعني اطالب برضو حضرتك بزياره لهذه القريه. انا عاوز اجي يكون في بداوا حطوا حجر اساس حاجه، لازم نيجي مع خير كبير يعني. ان شاء الله باذن الله قريبا إن شاء الله. قريبا ان شاء الله سيكون خير قادم على يدي وعلى يد القناه ان شاء الله. اشكرك الشيخ بلال. شكرا لي. يعني اذكر حضرتك بس ان حضرتك ان شاء الله باذن الله تتابع معنا انهاء القضايا ان شاء الله باذن الله، حتى يعني ايه نصل لبر الامان بالاسر يعني المهدده والمشرده ان شاء الله كله هيتم. الشيخ بلال البردويلي من فرشوت، انا بشكرك، وشفتوا الخير عامل ازاي. أنا سعيد ببلدي، سعيد بتحيا مصر، و 15 سنة من الخصام والطار والدم والجهل تحولت إن مباني هتتبني وبيوت تتبني وناس ترجع، آلاف هترجع. إيه الحلاوة والجمال دي؟ تحيا مصر. بعد الفاصل أكمل معاك، وعندنا قصة. ست كبيرة توفى من عنها عندها كثير، عمرها تجاوز 80، وعاوزين نعمل لها جواز سفر وبطاقة عندها مليون. مع برنامج هو ده نشوف الأخبار السعيدة بعد الفاصل، نكمل معكم. رجعنا معاكم مرة تانية، أشكر كل اللي بيتابعنا البث مباشر على صفحة طارق علام تي في أو صفحة هو ده من خلال المحور، وان شاء الله الاسبوع ده هعلن على جوائز على الصفحة. كل اسبوع في 5 جوائز بنقدمها لكل متابعي صفحتي على طارق علام تي في. من الحاجات الدعوات اللي جات لنا هنعمل منها مبادرة، استاذ بشير عزت شاهين طنطا محافظة الغربية قرية حصة شبشير القرية الاولى بجمهورية بتاج عسل النحل، يا ريت تيجوا تشوفوا النحل ازاي بنصدر منتجاته، ودي قرية ما فيهاش حد عنده بطالة. حقيقة أستاذ بشير، ولو عندكم تجارب غير عادية تنموية بعتولنا، وأيضا كل اللي بيساعد في تجميل وتحسين البيئة في مصر صور ده من خلال بنحبها. دي فقرة جديدة هنقدمها، كل عنده مبادرات حتى لو حط شجرة، لو احنا مثلا نفسنا نزرع شجر الفاكهة بدل الشجر اللي ملوش لازمة ده، لو كل واحد يعمل شجرة، لو نظفت حتة صورها، وهنعمل فقرة كل أسبوع. أيضا الكرة المنتجة في مصر حاجات غير عادية،
الصور ده فيديو هنتكلم عليه زي قرية شبشير، قرية حصة شبشير. أستاذ بشير عزت شاهين بشكره على الدعوة، كل مصر بعتوا لنا، عايزين مصر تشتغل حاجات غير تقليدية، مش عايزين حد يقول هذا شرف الحكومة، نفسي في ده. نكمل معاكو ونخش برضه هنقول رسائل من الصفحة، في ناس بتتكلم على الإدمان كتير. طب هنبدأ دلوقتي فقرتنا مع الإدمان، بس في بحاول أجيب القناة مش عارف تيجي إزاي. يوشا ده هتيجي معاك. طيب عاوزة شقة صفاء ونبي. المشاكل اللي بعتولي على الخاص بعد إذنكم، السلام عليكم أستاذ طارق، هو ده أحمد، محتاج استغاثة من دول الحاجات الخاصة بعد إذنكم. تحطوش تليفونات على الصفحة العامة، أنا بقول الرسائل دي عشان الرسالة دي. زوزو بتقول السلام عليكم، أنا أخويا مدمن مخدرات، بهدل أمي ومبهدل الناس اللي في الشارع وباع كل حاجة في البيت، بهدل أخويا ووالدتي، منة تعالجودي أمنيته الوحيدة يتعالج، بهدلنا جامد، بيضربه عشان ياخد منه فلوس وباع كل اللي حيلته. طيب أرجوكوا النوعية دي ابعتوها على الخاص ورقم تليفون للتواصل. ببدأ معاكوا والإدمان وقصص تبكي. المدمنة هي فتاة، المدمنة عندها مشكلة، اللي هتتكلم خالتها فتاة مدمنة. عندنا كتير كده، وفي 14 و 15 سنة من اسكندرية معانا التليفون ده. اهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. ايوه انا من اسكندرية. اهلا بيك يا ست. عشان تتيا. ايوه لو سمحت، انا عندي بنت اختي عندها 27 سنة. تمام. مدمنة، مدمنة، ومامتها دايخة بيها، وهي يتيمة باباها متوفي، والخال والعم تعبوا وحاولوا يعالجوا مفيش فايده، وعديناها كذا من مره ما بتتعالجش ومش قادرين عليها، وبتبيع مامتها العفش والحاجه، وماما مش مامتها مش قادره عليها. عايزين مساعده حضرتك. هي بتضرب مامتها؟ بتضربهم وتاخد الحاجه وتبيعها، ومهم تجيب البرشام ده وتجيب البودره. تجيب بودره. بنت 27 سنه، امها مريضه سكر ورجلها مقطوعه مش كده؟ ايوه. يعني امها فيها اللي مكفيها. عندها بنت ولد ولا بنت واحده ولا ايه؟ ما عندهاش غير بنت وحيده. بنت وحيده، المفروض تبقى هي الحضن ليها والاثنين يواجهوا الحياه. اتلمت على اولاد السوق وضحكوا عليها البنات والصبيان، وخلاص بقت مبتليه. دي بتاخد هيروين مثلا؟ تقريبا. انت ما بتعرفيش انت ساكنه معاهم في نفس المنطقه ولا بعيده؟ لا انا بعيده عنهم، بس انا عايزه اساعدهم. مش عارفه، صرفت ياما معاهم، وعمها صرف، وخالها صرف ياما معاها، بس ما فيش يعني بترجع تاني. ومش عارفين، كل ما تقول لازم تقعد في مكانها ويهاب وي وكده، وبرده ما فيش فايده. مش عارفين يعني، وديتها المعموره ودفعت وقعدتها، وبرده سابت المكان وماتت. ما فيش حاجه اسمها تتحبس عشان مدمنه. طب احنا هنحاول معاها، بس خلي بالك الصندوق بيشترط يعني في معظم الحالات ان الحاله يبقى عندها الرغبه وتقعد. يعني هي عايزه دلوقتي تقول ساعدوني، انا مش عارفه اعمل ايه، وانا عايزه اتعالج. طيب انا معاك يا ستي. مفيش فلوس يا عيني، هي معهاش فلوس مامتها، وخلاص كله شايل ايده منها. ما هو ده حضرتك، ده دور الدوله انها تعمل كده، والدوله مشكوره وفرت مع صندوق مكافحه الادمان، وندعو الله انه يحصل ان شاء الله خير ويتم علاجها ان شاء الله. يا ريت تساعدنا استاذ طارق ان شاء الله. وايه اللي عندك ده، في حد بيزعق ولا ايه ده؟ لا ده الشارع، انا عندي دكتور. طب سلمها على الدكتور. ماشي، ربنا يشفيك. الله يخليك يا دكتور. شكرا. الله يخليك. شكرا. الله يخليك دكتور برضه. انا بقيت عامل زي الدكتور ونسمع حاجات غريبه. يعني بنت ووالدها اتوفى، ووالدتها مريضه بالسكر وتم بات رجلها، بتضرب امها وتاخد المعاش. مش عارف، ربنا يشفي. عشان كده بندعي لاولادنا ربنا يحفظهم ويحسن ختامنا. اللي بنشوفه ده شيء عجيب، شيء عجيب. يعني الحالة التانية، المريض ده مش المدمن، بقول عليه مريض، ليه اخ بيغسل كلى مدمن برضه، يعني اتنين، هما اتنين مدمنين ولا ايه؟ مش عارف. الو، هو اخو مدمن. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك ستي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك ستي، ربنا يستر عليكم يا رب، وربنا ينجيكم ان شاء الله. يا رب يا استاذ طارق، ربنا يكرمك يا رب. انا معايا ابني بيغسل كلى، ومعايا ابني التاني بدعنك مدمن، بيشرب برشام وبياخد بيشم بودره وحاجات زي كده. يعني انت حضرتك ساكنه في القاهره ولا بره القاهره؟ لا انا في مطار البازه.
طيب هو المدمن ده بيشتغل ايه؟ هو نقاش. طب يعني بيكسب ايه؟ يعني بياخد ايه 100 ولا 150 جنيه في اليوم؟ مش يجيب بيهم اكل وشرب لاخوه ويعالج اخوه؟ مش كده. لا ده لو عندك بياخدهم يجيب بيهم الحاجات دي ويشرب. طب هو جنبك دلوقتي ولا نزل؟ معذبنا معذبنا خالص والله. طب هو فين؟ هو معاكي في البيت؟ اه هو معايا بس هو دلوقتي حاليا نزل. نزل ايه؟ راح يشم بقى ولا ايه؟ اه والله والله ما اعرفش بينزل كده ما اعرفش. طب قولي لي هو عنده استعداد للعلاج ولا بيجري منك ويهرب يعني؟ لا هو قال هو قال انا عايز اتعالج. هو عايز يتعالج. بقاله كام سنه على كده؟ هو بقاله يجي سنتين او دخل في ثالث سنه اهي. ربنا يشفيه. حاضر يا امي هنتواصل وسلمي على ابنك المريض دوت بيغسل وصحته يعني الحمد لله ماشي كويس؟ اه الحمد لله والله تعبان يا استاذ طارق والله والله تعبان بيغسل ثلاث ايام في الاسبوع. ربنا يعينك. مش عارف اقول لك ايه يعني عندك ابن مريض وابن تاني كمان يعني. معايا جوزي برضه عنده جلطه وتعبان والله. ربنا يعينك يا ستي. ما تكمليش بقى انا عرفت بقيه الاسره. ما تكمليش قلبي معاكي والله. ربنا يعينك. انا حاول اتواصل معاكي وانت يعني تستحق السند والمساعده وربنا يشفي ولادك يا رب الاثنين. بشكر الام. ابنها عنده فشل كلوي وبيغسل. التاني المفروض يساعده. التاني بيشتغل نقاش وشم. مصيبه مصيبه دي. مش عارف ايه اللي حصل. عشان كده في ناس يقول لك مش عارف بعد 2011 لا حصل مصايب منها البودره منها المخدرات. بقول للمره المليون كان ب 750 بقت ب 70 و80 و100 البيسه دي وحاجات مضروبه وحاجات ناس قصده ناس بتدمر البلد زي الفكر الديني الخاطئ زي الفكره السياسيه الخاطئه زي حب البلد غلط زي مش عارف ايه برضه المخدرات. عشان يبقى معاك سلاح معاك فلوس ونايم وضايع. هم عايزيننا كده. هم هيتجننوا ليه من مصر اللي بتحمي كل سنتيمتر في سينا في سيوة في السلوم لانك واقف على رجلك دي. تحية لحرس الحدود. تحية لوزارة الداخلية. جهود وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات. نكمل معكم. في ضربة أمنية ناجحة ضد مصنعي المواد المخدرة نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع والاتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائه بمدينة 6 أكتوبر. الضبط تم بعد استهدافهم بأماكن إقامتهم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس والمواد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع بينما قدرت القيمة المالية للمضبوطات ب3,500,000 جنيه. الله يخرب بيتهم. حرب 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 وفي حاجات تهرب وحاجة. بس خلي بالكم ولادكم تابعوهم بيبان عليه المدمن. تشوف عينيه تشوف سهر وتشوف مواعيده. مش انا كويس يا بابا يا ماما وراح اذاكر. لا بتشوف بيذاكر مع مين. شوف بيعمل ايه. انت بتتكلم فيه 15 و16 و17 و18 نص الجرائم اللي بتشوفوها اذا كان بيفكر غلط اللي راح على خالته ده ولا مش عارف ايه مخدرات. ما دي مصيبه. ربنا يحفظنا. بقالنا اسبوعين يعني ده الاسبوع الثاني هنقدم عمرتنا في 2020. الحاجه زينب عندها بنات وقصة جميلة جدا. بس اللي بعت لها لتكرمها واللي احنا نقابلها لسه في الجزء الثاني. الدولة تدخلت عشان حلم الحاجة زينب من بني سويف. هنشوف الحاجة زينب وبنت جوزها هي اللي بعتت عاوزة تكرمها. ايه الحلاوة ايه الجمال ده. وهي عندها 5 بنات مش قاعدة معاهم قاعدة مع بنت جوزها. ده الحب. دي مصر الحلوة. دي مصر الطيبة. دي مصر الجميلة. اذا كنا بنقدم بعض الصور اللي شايفينها كده او سيئة لا البلد دي فيها الخير الى يوم الدين. اسالونا من اللي احنا بنشوف في حاجات حلوه حاجات جميله وتنميه وكل اللي بتحلموا بيه هيحصل. بس نصبر شويه. بنروح بني سويف. التكريم الجميل رحلتنا الثانيه في برنامج هو ده في موسم 2020 بنقدم 30 رحله عمره. ابعتوا لي على طارق علام تي في قصص حلوه جميله كفاح وتكريم زي قصه الحاجه زينب بنت زوجها بتكرمها ازاي وليه. تعالوا معانا. ازيك يا حاجة؟ يا فاطمة يا فاطمة يا بنتي نبينا افتحي البوابة يا فاطمة ابوك بينادينا.
يا رب. اللهم صل على النبي. انت كم سنه؟ زمزم شربك ثلاثي. انت كم سنه يا حاجه؟ كم سنه؟ دول المسافه 78 سنه. 78؟ لا قالوا لي لا حاجه و80. ما هي 78 بس هي شكلها. ما الحاجه؟ الحاجه زينب؟ يا ابوي الحاجه زينب 78 سنه من بني سويف وعندها قصه كفاح كبيره بس هي عندها مشكله يعني نحاول نتواصل معك كويس. ازيك يا حاجه؟ احب ازورك يا نبو. ازيك؟ احب ازورك يا نبو واقول يا مدى يا رب. خلي بالكوا في ناس عايشه في جو روحاني مع ربنا مع الرسول، ده الحب ده التواصل وده النجاح اللي احنا نوصل لهم. بحيي الرساله اللي جات لنا والحاجه زينب. واقول مداد وارف في نورك يا ربي واقول مداد. اظن مات من عندها ناس كتير. مات من عندها اولاد كتير. تمام. انت بنتها؟ انا بنت جوزها. بس جوزها؟ طب احكي لي. قالوا انها والدتها توفت وكان عندها 40 يوم. سابتها عندها 40 يوم. والدتها ووالدها ماتوا هما الاثنين في يوم واحد في مرض الكوليرا. كوليرا؟ اه. زمان ده؟ فجدتها يعني هي اللي خدتها وربتها ولحد ما كملت 12 سنه واتجوزت. 12 سنه؟ 12 سنه. وبعدين خلفت ايه بقى؟ خلفت بنات كتير وصبيان كتير بس ربنا ما قررش ان يعيش لها صبيان يعني فعاشوا لها خمس بنات. كم ولد توفوا؟ حوالي 9 صبيان. 9 توفوا؟ وهم اطفال ولا كبروا؟ كان بيكبروا يروحوا المدرسه يمشوا يعني كانوا بيكبروا ويموتوا. بس بيقولوا معاش بطاقه يعني هي اكيد سنها اكبر من كده اكبر 78. الناس طلع لها بطاقه الاجراءات بتاعتها متعسره جدا اللي عارفين نطلع لها بطاقه. لا هنكلم احنا المسؤولين في وزاره الداخليه دلوقتي العمليه اتغيرت بس انتوا اللي ماشيين على القديم يعني. ازيك يا حاجه زينب؟ بضحك اهو. ازيك؟ انا بقى بنت جوزها وهي ربتني. امي ماتت وانا عندي سنه. زينب ايه؟ عبد الصادق سهل. كم سنة عندك؟ كم سنة؟ اه الممرود يعني جد. قاعدة مع مين؟ قاعدة معاكي؟ قاعدة مع ابني. قاعدة معايا. بنت جوزك؟ مربياه. هي اللي امها ماتت صغيرة. انا عندي سنة. وهي اللي رضعتني. وانت اللي بعتي اه؟ انت اللي بعتي. احنا اللي بعتنا لها عشان نكرمها ونعمل لها عمرة. وربنا ان شاء الله يتقبلها. ازيك عامل ايه؟ انت اسمك ايه؟ خالد. ازيك خالد؟ ازيك حبيبي؟ دي بقى تبقى امك بقى. دي امنا كلنا والله وبركتنا ونورتنا ومن ساعه ما دخلت علينا الحمد لله البركه طرحت في البيت. ست صبره ده ماتنا عندها ايه 7 8 بقى؟ صبره ومحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى وعندها ايمان وعندها يقين ان هي هتروح تحج او هتعمل عمره عندها يقين بالله كبير قوي 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 قوي. دي الطبيعة المصرية دي الناس اللي بالفطرة الست اللي ماتنا عندها كتير بس عندها خمس بنات سابتهم وقاعدة مع بنتها برضو بنت جوزها اللي بعتت قالت أنا عاوز أكرم أمي الدنيا عاوز حاجة من غير ما هو يدين يدين ويقول له خد يا حاج ما يقولش هذا يا حاج والله أنت قمر الحاج يخليه ويخلي الأولاد بس هي سنها اكتر من 78 يعني شايف كده هي ما حدش عارف سنها لان هي ساقطه كيد ويعني احنا عايزين نطلع لها بطاقه ونطلع لها جواز ومش عارفين نوصل لاي حاجه فنرجو من حضرتك يعني ان انت تساعدنا القوم الاحمر مركز بني سويف بني سويف طبعا المسؤولين وزاره الداخليه مش هيتاخروا وخصوصا بنشوف تسهيلات موجوده هي محتاجه تسنين وبعدين البطاقه الجواز اعتقد كل ده هيطلع ان شاء الله بالتنسيق مع الاعلام في وزاره الداخليه. قصتنا النهارده مش عاديه قصه المصريين الناس الحامدين الشاكرين الطيبين الست اللي اتولدت من طفولتها بعد 40 يوم الام والاب توفوا وسابوها. الحاجة زينب النهاردة ولحظتنا الحلوة الجميلة كان نفسك في ايه بقى؟ كان نفسي ربنا يكرمها وتحقق اللي هي نفسها فيه وتعمل ان هي تطلع عمرة.
بحب الناس دول قوي، دول ناس صابرين، ناس طيبين. وطبعا هي سنها فوق ال 80 85 يعني، لكن قالوا كلمه يعني برنامجنا صعب جدا، خلي بالكم. هي طلبت ما عندهاش ورق وراحوا مش عارف مركز ايه وبتاع. المهم تواصلنا مع المسؤولين في وزاره الداخليه، اداره الاعلام والعلاقات العامه اللي بحييهم كلهم. واللي حصل النهارده انا اتواصلت امبارح، التسجيل ده منذ ساعات يعني، انه هذه السيده الطيبه يطلع لها البطاقه وتسنين. ده مجهود كبير جدا عشان تعمل جواز سفر عشان تطلع عمره. هتشوف ايه اللي حصل، تعالوا اللي هتشوفوه دلوقتي ده حصل من 5 أو 6 ساعات. بحيي كل المسؤولين عن قطاع الاحوال المدنيه في سواء الاداره العامه والمسؤولين في بني سويف. نشوف الصوره دي وارجع اكمل معاكم. انا اسمي مبروك سيد عبد الصادق، اخو ابويا اخو الحاجه زين. هي اصلا سقطه كده، واحنا بنجري لنا سنين عشان نخلص الورق. وانا رحت مركز ناصر عشان اخلص الورق سجل مدني ناصر. فبعد ما خلصت كل حاجه فروحت شيخ البلد اللي هو بتاع نعيم، فانا رحت شيخ البلد قال لي ما اعرفش الاسم والمأذون ده مات من زمان وانا ما اعرفوش وما رضيش يمضي. فاحنا رحت بالورق بقى على مركز نصر تاني، وبعد ما خلصت كل حاجه ومضى وعمل لي تحليلات، بص في الامضاء لقى ان شيخ البلد من الكون الاحمر وهي من طه حبوش. فربنا كرمنا بعتنا للاستاذ طارق علام فاكس، فالراجل استجيب لنا وكلم الداخليه وتواصلت الداخليه معايا. ففوجئت ان العقيد ايهاب الحيلي مدير السجل المدني العباسيه اللي كلمني بالليل الساعه 11 بيقول لي حضرتك ابن اخو زينب عبد الصادق سالم، قلت له ايوه انا ابن اخوها. فقال لي بكره الصبح تتوجه الى اللي هو محمد ابو زيد سجل مدني بني سويف، هو يخلص لك كل اجراءات الحاجه بالنسبه للبطاقه والباسبور وكل حاجه. فرحت الصبح فعلا اللي هو محمد ابو زيد، الراجل مشكورا قام معايا باحسن واجب والناس ساعدوني كتير، وبعت معايا امين شرطه اسمه مصطفى عيد من بني عفان. الراجل تولى كل الاجراءات وقعد يخلصنا في كل حاجه وخلصوا لنا كل حاجه بالطبع. شكرا مسؤولين في وزاره الداخليه، شكرا. اسامي هي يعني العقيد ايهاب الحيلي رئيس سجل مدني العباسيه اللي اتصل بالاخ مبروك. انا هحاول اكلم دلوقتي مبروك على الهواء مقابله اللواء محمد مصطفى ابو زيد مدير مركز معلومات وزاره الداخليه محافظه بني سويف، بشكره. في اسماء كتيره يعني، ومدير مركز المعلومات والامين مصطفى عيد وناس كتيره. وده بعتني الصور، في صور كمان جنب الفيديو ده. انا بحيي وزاره الداخليه، انا سعيد جدا بان احنا بالامس طلبنا تحقيق امنيه هذه الست اللي تاخد بقى شهور تروح تتسنن وتعمل، لكن الحمد لله. يا استاذ مبروك الف مبروك. السلام عليكم يا استاذ طارق. ازيك يا مبروك، عامل ايه؟ ازي حضرتك. انا في البدايه بشكر حضرتك جدا جدا وبشكر وزاره الداخليه كلها بالفرد. والله احنا بنشكر السيد الوزير واداره الاعلام والعلاقات العامه والمسؤولين في السجل المدني والمعلومات اللي ساعدوكوا النهارده وشفنا الصور الجميله دي. وانا بالنسبه لي بقيت اقول يا رب ان الموضوع ده يخلص يعني. الحمد لله رب العالمين يا استاذ طارق، وجزاك الله كل خير وجزا البرنامج كل خير والله يا فندم. دلوقتي البطاقه خلص بتاعتها ولا لسه؟ هي البطاقه ان شاء الله بكره تكون خالصه، كل الاجراءات خالصه، واقفه على بصمه جوزها بس هيبصم وبعد كده تتصور ان شاء الله كمبيوتر بكره باذن الله. جوز مين؟ جوز الحاجه ولا جوز بنتها؟ اه جوز الحاج. تمام. هو حضرتك العقيد ايهاب الحيلي اتصل بيا امبارح الساعه 11 بالليل وقال لي تصبح الساعة 8 إن شاء الله على النهاردة وتروح للواء محمد مصطفى زين أبو زيد. تمام. في بني سويه مركز معلومات بني سويه. وبالتالي يا فندم أنا رحت الساعة 8، الراجل استقبلني أحسن استقبال صراحة وبعت معايا الأمين مصطفى عيد بحيث أخلص كل الإجراءات، وبالتالي خلص كل الإجراءات على اللجنة الطبية واقفة بس على البصمة بتاع. طلع سنها كام سنة بقى؟ عشان أنا بقول فوق الـ80. هي حضرتك طلع 83 بالظبط، هو اخوها اللي هو والدي كان من ساعة ما توفى يعني عنده 85 سنة لحد دلوقتي. وهي مولودة بعديه بسنتين. يعني هي 83 سنة. 83 سنة بالظبط يا فندم. طب الجواز سفر هتخلصوه بقى عشان نحاول نطلع عمره بسرعة إن شاء الله. إن شاء الله، والعقيد محمد أبو زيد وعدني إن هو مش هيسيب الورق لما يكون خالص تماما يعني، وإن شاء الله بكرة يبقى فيه شغل كتير يعني بالنسبة
اظن اللي بيحصل ده حلم، يعني ده حلم بنشكر عليه وزاره الداخليه. انا ما كنتش اتوقع والله، انا تعبت بالورق ده وما كنتش عارف اعمل ايه. فمن ساعه ما حضرتك اتصلنا بحضرتك والبرنامج الدنيا اتسهلت جدا جدا، وربنا يجازاكم الله كل خير والله. ربنا يكرمك، مبروك يا استاذ مبروك. لو الحاجه جنبك سلم لي عليها وبوسها، يعني دي بركه الحاجه بتبوس حضرتك والله يا فندم. خليها تدعي لنا وتدعي لمصر وتحيا مصر. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مبروك ابن اختها. عندنا دلوقتي فقرتين، طبعا بشكر وزاره الداخليه، شفتوا التسهيلات وهيبقى في الاماكن اللي هي بتاعه الماكينات عشان تطلع جواز سفر بقى وتصريح السفر او حاجات كتيره. ده حلم بالنسبه لنا، التسنين والحاجات دي كانت بتاخد شهور. الست راحت النهارده بكره تاخد البطاقه جواز سفر. شكرا وزاره الداخليه، شكرا لاداره الاعلام والعلاقات. هنشوف كرسي بحي مصر الخير، هنشوف ناديه. بس قبل الكرسي ده متحدي الاعاقه عاوزين يسوقوا عربيات، كان عندنا رجب خبازه وقدم طلب ده، ليه لا؟ لما اشوف الفقره دي بقول يا ريت نعمل ده. تعالوا نشوف هذه الفتاه، بنقدم لها كل تحيه، اعتقد دي في امريكا على ما اعتقد. تعالوا نشوفها واكمل معاكم. في عندنا ناس كتيره بيحلموا ده، هل ممكن نحلم كلنا بهذه الصوره في مصر؟ في عندنا واحد رجب خبازه كان قدم ده في الجيزه وراح قابل المسؤولين في مرور الجيزه لكن رفض. اتمنى دراسه هذه الصوره يا رب. عندنا ناديه من شبرا الخيمه، ظروفها صعبه جدا جدا مع برنامج هو ده ومصر الخير. نشوف كانت نفسها في ايه ونشوف النهارده هديتنا لناديه. تعالوا معانا. عارف البرنامج اللي انت كنت عامله كلام من ده؟ انا سنه بقاله كام سنه؟ بقاله سنين. انا بقى بقول لك ان انا متابعاك في كل حاجه من اول البرنامج ده لحد دلوقتي حاليا اللي هو اول تعبت قوي. ده انا مش متابع نفسي. العظيم تعبت جدا عمري ما وصلت لك. يا رب يبارك لك. بس جت اللحظه اللي انا قابلك فيها. الحمد لله. انت اول ما بعت الثقه بتاعت حضرتك بصراحه الله يكرمهم مصر الخير اهتموا بالموضوع جدا واتصلوا بيا وقالوا لي ان الكرسي جاهز. بس انا ليا رجاء جامد جدا من حضرتك اللي هو ايه؟ ان انا نفسي ان انا اعمل عمليه. كان زمان ليا 3 عمليات في رجلي بس ما حصلش نصيب ان انا اعملها عشان خاطر اهلي. في معهد شل الاطفال ولا لا؟ انا مش عارفه فين بالظبط عشان ما بس ان عندي شل الاطفال تمور في الاعصاب. يبقى هنا صح؟ كم سنه؟ 30. مش ما بتشتغليش؟ لا انا ما لحقتش. يعني كنت عاوز اتكلم على ناديه اللي بتحب اسم ندى. ندى وبالعمر ابتدى من دلوقتي، من بتشوفكوا وبتكلمكوا وهي طالعه للنور دلوقتي بتقول للناس حكايتها حكايه عشرات زي ندى اللي عاوزه يبقى ليها حق في الحياه، عاوزه تخرج، عاوزه تعمل حاجات كتير. نفسي اخف جدا ونفسي اعمل العمليه دي عشان اقدر ان انا حتى اساعد نفسي، لاني ما بساعدش نفسي خالص، والدتي اللي بتساعدني. من اول حاجه نفسي في كرسي كهرباء. ايوه الحمد لله. لا النهارده اللقاء وايه تاني؟ ايه اللي انا تعينك. يعني انا تليفون ندى طالع دلوقتي اهو. ندى من شبيل القناطر. ندى مكافحه بتحب الحياه بتحبكم ومصريه معانا. احنا نشوف موضوع علاج ده. انا هحاول اعمل لك كده بس نشوف انت محتاجه يعني ايه اللي يمشي معاكي. انا محتاج اللي انا عارفاه العمليات اللي انا طالباها اللي في الاطراف بتاعت رجلي وايدي. انت بتاخدي معاش بتاع التضامن تكافل؟ ممكن تعمل لك مشروع حاجه ولا انت الكرسي هتخرجي هتروحي فين؟ انا كنت نفسي ان انا احاول اتحرك بيه في الشقه، احاول اساعد نفسي اخرج لان ما بخرجش خالص يا استاذ طارق. هو بالسنين ما شفتش الشارع. النهارده يعني خرجتي وجيتي عشان اشوفك. هي اهم
اهم حاجه عندي. بقالك قد ايه ما خرجتيش من بيت؟ انا بقالي اكتر من سنتين ونص. خرجتيش سنتين ونص؟ بقعد بالسنين وما بخرج بخرج بالصدفه عشان اكشف عشان ضروري حاجه فاهمني. لكن في نادي الياسمين اللي عاملينه في انديه بتاعت ذوي الهمم ما بعرفش ان انا اروح واجي. في علاج طبيعي؟ ما عملتش قبل كده عشان كده ترجيتك انت اللي انا مصلي. بردانة ولا ده جسمك ولا ايه؟ لا دي طبيعتي، دي طبيعتي دايما بيبقى كده. عشان كده نفسي ان انا من عاملين لان انا ما بتحركش، دايما قاعده ما بتحركش خالص. اجمد طبعا. الحمد لله انا شفتك اتبشرت فيك والله. والله اقدر كل هذه القصص واقدر العبء الكبير على الدوله. احنا بنتكلم من 10-11 مليون. اللي قدرت توصلني مصر الخير ليا صراحه، اول ما كلمت الصفحه بتاعت حضرتك كلموني على طول اشكرهم. ما احنا بنتعاون مع مؤسسات كتيره منها مصر الخير وتحيا مصر والارمان وبيت الزكاه وكل اللي بيتعاون معانا. بشوف هذه القصص وعددها كبير، الواحد بيبقى بيقول يا رب ربنا يعيننا كلنا، يعين الدوله، يعين المؤسسات، يعين اهل الخير. تنسوش ندى او ناديها، بتحب اسم ندى؟ يا ندى العمر ابتدى، ايه رايك؟ يا رب يا رب يخليك. ابتدى بوجود حضرتك والله والله. حب الحياه، حب ربنا اولا، قول الحمد لله. الف حمد وشكر ليك يا ربنا كده. الحمد لله اشكرك يا رب على اللي بتديهوني واللي لسه كمان هتديهوني راضيه بيه. الف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك لنادية. حلقتنا خلصت ما بين الشهد والدموع. شفنا أخبار جميلة، أخبار تخص البلد، أخبار تفرحنا، أخبار تقول إن بكرة بدأ النهاردة، بكرة جاي بأحلام جميلة لكل المصريين لما نبقى إيد واحدة ونتحد حوالين علم مصر، وكل واحد يخلص في عمله، كل واحد ينظف قدام بيته، كل واحد وراح المسجد ينظف قدام المسجد، ونشوف بلدنا حلوة جميلة. بلدنا بدأت فيها الحركة وبدأت فيها التنمية على أعلى مستوى، أحلام كثيرة بدأت تتحقق. شكرا لكم، وانتظرونا الأسبوع القادم مع تحياتي وتحيات أسرة برنامج هو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.